تقريبا في سن ايه، 11، بفضل الله ذهبت لاول مره الى المسجد. شوف الجهل كيف، ما فيش توجيه وكذا. طبعا انا كنت دائما حين ازور يعني اقاربي امر على المسجد هذا، احبه حبا جما، لانه ساحه واحده كان، بعدين مضاء بنجفات جميله، وفي سجاد واحد برتقالي كان، ونفسي ادخل هذا المكان، بس هذا المكان للكبار وليس للصغار، ولا مره دخلته. وكنت اعرف انه يعني محظور علينا، كنت افكر وهو صحيح من الشيوخ كبار السن كان محظور على الصغار، يضربونه بالعكاز، ممنوع اطلع، جنبوا مساجدكم صبيانكم وسفهاءكم يضربونه. فكنت اعرف انه ماليش يعني ماليش قدم. في يوم من الايام الي واحد كان سنيني، سنيني هذا، خالد، ففي عمري يعني سنيني في عمري، شفته لابس ومتلبس ومتعطر، قلت له وين رايح يوم الجمعه؟ قال لي رايح اصلي الجمعه. قلت انت تصلي الجمعه؟ قلت له ممنوع. قال لي ليش ممنوع؟ انا بصلي كل جمعه. قلت له بقدر اروح؟ قال لي طبعا. قلت له استنى. رحت توضيت ومعه، ويعني اسعد لحظه كانت في حياتي. دخلت المسجد، انا في المسجد والناس والخطيب يخطب، شيء جميل جدا. قلت له بقدر اجي؟ قال لي طبعا. اجيت العصر، اجيت المغرب، المغرب عاد بدات قصتي مع الكتاب. المغرب سبحان الله كيف عاد. بعد صلاه المغرب اخذونا اولاد صغار قطعوا على المكتبه. مكتبه؟ شو المكتبة؟ أول مرة أسمع في مكتبة. عندنا مكتبة المدرسة 10 كتب هالقد، هذه صندوق صغير 10 كتب، وقرأتها كلها، كل أحفظها حفظ كله. كتب طه حسين وكتب المنفلوطي أحفظها عن ظهر قلب. كل أعرفها، العبرات والنظرات هذه كلها أعرفها، في سبيل التاج ومجدولين مش عارف إيه، سيران ذي برجاك عارفين. هذه مكتبة يعني غرفة كاملة مكتبة، مكتبة صندوق زي الإسعافات الأولية هذه. فقالوا المكتبة، فطبعا كان بالنسبة لي شيء صاعق. دخل المكتبة، والله أكبر، ربما تفضل. المهم باختصار دخلت المكتبة، أول ما وقع نظري على كتاب الأم للشافعي، قلت أنا بكتب مقالات تابعة للأم، فكرت كتاب تابعة للأم. هذا كتاب مجلدات كله عن الأم، أنت يا ولد معناها تفهم شيء في التعبير، تكتب صفحات عن تعبير الأم عن كذا. بعدين شفت إحياء علوم الدين أبو محمد الغزالي والظلال سيد قطب، ذهلت وتصدعت. كان في رجل صالح هذا المدرس اسمه ابو حسين الشريف. قرات في ظل القران وانت في رابع ابتدائي؟ لا 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 لا, لا, لا. انا دخلت المسجد عمري تقريبا 11 سنه. شوف في المكتبه الظلال وحياء علوم الدين كذا كذا، لكن ما مش هذا هو. المهم عشان ما ضلش عندنا 5 دقائق خساره. سالني هذا ابو حسين الشريف، سال كل واحد، يا بني مثل من تحب ان تكون؟ واحد يقول له مثل خبال ابن الارت، اول مره اسمع فيه. ولاد مسجد هذول اسماء جديده علي، كانها اسماء افريقيه وكذا، ما بعرف شو هذا. قال مصعب ابن عمير، قلت يا فضيحه هذول. فانا طبعا الاشياء تدور علي، واحتلف بحيله بس يعبر عن شخصيته، هذه شخصيتي. قلت له انا لا احب ان اكون مثل اي واحد منهم. هو الرجل هذا وكنت اخر واحد. قال لي كيف يا بني؟ ولماذا؟ قلت له انا احب ان اخذ من كل منهم احسن ما فيه. اللي بارك الله فيك. يا بني ساقص عليك حكايه، بتتفضل يا سيدي. سيد كبير اسال والدي، قال لي يا بني سال رجل ابنه مثل من تحب ان تكون؟ قال مثلك يا أبتي. قال بئس الرجل أنت، فإن أباك أحب أن يكون مثل علي بن أبي طالب، فكان أباك. طلعت أبوك أنا مش علي، وأنت تحب أن تكون مثلي فستكون أرذل مني. قلت له هذه القصة أعرفها، ذكرها المنفلوطي في النظرات. قال لي تعرف النظرات؟ رجع عنقني من أول. نعم ذكرها المنفلوطي، أنا قريتها القصة بعرفها حافظها. فرح جدا، وكانت تلك بداية ما فيش بعد تقريبا شهرين صرت انا امير المكتبة. ظهر مني شغف رهيب في الكتب، اعطوه الامانة، فتحت الصناديق عاد يحظر قراءته، تمنع قراءته كل كتاب بالخط الكبير في اول صفحة. وجدت كتبا لمحمد جواد مغنية، هذا شيعي، بس كتب فلسفية كانت، وكتب لحبيب قلبي حقيقة المرحوم مصطفى محمود، طيب والله ذكره وتراه، لا ازال اعشقه مصطفى محمود، وأنصحكم أن تقرأوا له، المثقف الكبير المؤمن العارف بالله حقيقة. حوار مع صديق الملحد، والحمد لله بدأت في تلك السن أجد جوابا أو أجوبة عن شكوكي الوجودية والفلسفية. في تلك المرحلة يعني، هذه كانت البداية بفضل الله عز وجل. أعتقد خلص الـ5 دقائق.